قائمة البالانس شيت أو الميزانية. الميزانية دي عبارة عن إيه؟ الميزانية دي عبارة عن زي ما قلنا سناب شوت، صورة للمركز المالي أو الأداء المالي بتاع الشركة خلال فترة محددة. تعالوا نشوف دي كده. ولا مش فاهمش هنا. أنا هنا. أنا كنت حاطط هنا ده الفيديو عايز أشتغل بس مش مقلي. طيب تعالوا نشوف البالانس شيت فيها ايه. البالانس شيت عباره عن اسيتس، اصول، لايابيليتيز، خصوم، ان ايكويتي كابيتال، راس مال المؤسسين. طيب الاسيتس هي عباره عن ارباح اقتصاديه او مزايا اقتصاديه هتتحقق للشركة في المستقبل نتيجة استخدام مجموعة من الأصول أو شراء مجموعة من الأصول بتستخدم في إدارة الشركة. أصول الشركة: حيطان، أرضيات، مكاتب، أدوات، خطوط إنتاج، whatever، دي اسمها الأسيتس. اللايبيليتيز هي عبارة عن تضحية مستقبلية بالفوائد الاقتصادية الناتجة عن استخدام هذه الأصول. اللايبيليتيز أو الخصوم هي عبارة عن القروض والتمويل اللي احنا بناخده، الالتزامات اللي قايمة على الشركة نتيجة استمرار الشركة في أداء أعمالها. الحاجة الأخرانية هي رأس المال بتاع المساهمين، هي عبارة عن الفلوس اللي دفعها المؤسسين بتوع الشركة علشان ينشئوا الشركة في البداية، وكملناها بجزء من القروض دي عشان بالاثنين دول نشتري الأصول دي. طيب ده كله هنا بيصب في الآخر في الفير فاليو أو الماركت فاليو اللي احنا بنسميها اما القيمه العامه للشركه او القيمه السوقيه للشركه. هنا القيمه السوقيه للشركه بيحددها السوق عن طريق البورصه او خلافه او قيمه الاصول، والفير فاليو هي القيمه العامه الناتجه عن التشغيل بتاع الشركه وتوزيع الارباح. طيب لما نيجي نبص هنا، ادي الاصول وادي الخصوم بتاعه الشركه، الجانب اليمين والجانب الشمال بتاع الميزانية. عندنا هنا حاجة اسمها الكرنت اسيتس أو الأصول المتداولة. الأصول المتداولة دي هي الأصول قصيرة الأجل اللي بتستعمل اللي احنا بنستخدمها في إدارة النشاط، اللي هي عبارة عن كاش اللي هو نقدية، ماركتبل سكيورتيز. هنا الماركتبل سكيورتيز مش معروفة قوي في مصر، إنما هي دي بتبقى عبارة عن مجموعة من الأسهم اللي هي قابلة للبيع خلال فترة زمنية معينة، أو إحنا اشتريناها عشان هنبيعها. Accounts receivable أوراق القبض، لما بنيجي نبيع بيع آجل بناخد كمبيالات اسمها أوراق قبض. Notes receivable نفس الحكاية، بدل الكمبيالات بناخد نوع تاني من إيصالات القبض اسمه Notes receivable. Inventories اللي هو المخزون من المواد الخام والمواد تامة الصنع وخلافه ومستلزمات الإنتاج الأخرى. وبعدين عندنا Prepaid expenses and other كان اسيتس. البريبايد اكسبنس اللي هي المصروفات المدفوعه مقدما، زي ما كنت دافعين ايجار لمده 6 شهور لقدام، واتفق حاجه زي دي اسمها البريبايد اكسبنسز. وبعد كده عندنا اللونج تيرم اسيتس، الاصول طويله الاجل، اللي هي عباره عن البي بي اند بروبرتي بلاند اند اكويبمنت، اللي هي الاصول الثابته، حيطان وخلافه. لونج تيرم انفستمنتس، استثمارات طويله الاجل، حاطين فلوسنا في مشاريع، حاطين فلوسنا في محفظه اوراق ماليه بغرض الاحتفاظ طويله الاجل. وعندنا بعد كده الانتانجبلز. الانتانجبلز اللي هي الاصول غير الملموسه. زي ايه الاصول غير الملموسه؟ زي شهره المحل او الشهره اسمها الانتانجبلز. طيب اللايبيليتيز في عندنا زي ما في هنا كرنت اسيتس، في عندنا هنا كرنت لايبيليتيز. الكرنت لايبيليتيز هي عباره عن الالتزامات قصيره الاجل او الالتزامات اللي احنا بنعملها بتقوم على الشركه عشان نقدر ان احنا نكمل النشاط. زي ايه؟ زي الاكونتس بيبل، اوراق الدفع. انا اشتريت من الموردين بضاعه بديهم كمبيالات، دي اسمها اوراق دفع. اكرود ان اذر كانت لابيليتيز اللي هي الخصوم، الاكرولز اللي هي المستحقه لفتره قليله. انكم تاكس بيبل، الضرائب على الدخل اللي هتبقى بتحل في الفتره دي. الشورت تيرم ديت
الخلوط قصيرة الأجل، والcurrent portion of long term debt اللي هي عبارة عن current portion of long term liabilities اللي هي عبارة عن القروض الأقساط الحالة دلوقتي حالا واحنا بنعد القائمة دي. قسط القرض طويل الأجل اللي احنا خدناه هيحل امتى؟ هيحل خلال الفترة دي، بتحط هنا فوق. وبعد كده عندنا long term liabilities اللي هي عبارة عن القروض طويلة الأجل، وعندنا هنا long term capital lease obligations اللي هي هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن الالتزامات الناتجة عن الليزنج، عن ان احنا دخلنا في عقود تأجير طويلة الأجل، والديفيرد تاكس لايبيليتيز اللي هي عبارة عن الضرايب الديفيرد اللي هي ضرايب مؤجلة. هنا اهو حطها هنا. طيب ده شكل الميزانية XYZ Corporation. ادي الكرنت اسيتس، كاش، اكاونتس ريسيفبل، انفنتوريز، بريبايد اكسبنسز، ادي توتال كرنت اسيتس. بعدين عندنا بي بي اند هيد بروبرتي بلانت اللي هي الاصول ناقص الاهلاك على الاصول، تطلع النت بروبرتي بلانت. وبعدين عندنا لونج تيرم انفستمنتس اللي احنا قلنا عليها، وادي الشهره انتنجبل طلع جانب الاصول، جانب الخصوم وهو الملكيه ادي الاكاونتس بيبل، وادي النوتس بيبل اللي احنا قلنا عليها. وبعدين لونج تيرم ديت اهوت، ديفيرد تاكس لايبيليتيز، بريفيرد ستوك اهي الاسهم الممتازه. بص الاسهم الممتازه بنشيلها اهي محطوطه هنا، دي عندنا دي هنا هنا الاسهم الممتازه، يعني هنا دي هو الملكيه، ادي اسهم ممتازه وادي اسهم عاديه زي ما احنا قلنا اهي. وادي الاديشنال بيد ان كابيتال ده زياده في راس المال المدفوعه، وادي الريتيرن ايرنينجز الارباح المحتجزه. وبعدين عندنا التريجري ستوكس، الحته دي بقى التريجري ستوكس دي بتطلع امتى بقى؟ لما نكون طرحين اسهم لزياده راس المال زي مليون سهم اتغطى من المليون سهم دول 800,000 سهم وفضل 200,000 سهم ما اتغطوش، دول بيروحوا شركه في شكل تريجري ستوكس، حاجه اسمها تريجري ستوكس. التريجري ستوكس دول عندهم هنا 200,000 سهم اهم، دول بقى ما اتغطوش، يعني الناس ما اشتريتهمش جوه البورصه واحنا بنزود راس المال، دول بيتشالوا عند التريجري بتاع الشركه او سي اف او بتاع الشركه. هنا القانون في مصر بيقول لك دول مدتهم سنه، بعد سنه لازم الشركه ترجع تعرضهم تاني في البورصه للبيع، لازم الشركه تبيعهم تاني في البورصه، لازم الشركه تتخلص منهم على طول او تشتريهم الشركه في البورصه بسعرهم في التداول. هي دي. فكده عندنا التوتال لايبيليتيز وعندنا هذه التوتال اسيتس، ادي شكل الميزانيه بتاع الشركه. طيب هنلاقي هنا ان احنا البالانس شيت بتاعتنا بتسمى في الانكم ستيتمنت، بتسمى في قائمه الدخل، لان هنا في عندنا حاجه اسمها ريتيرد ايرنينجز الارباح المحتجزه، دي اللي بتوزع بين الاثنين، بتبان هنا وبتبان في الميزانيه، بتبان في الاثنين مع بعض. طيب الانكم ستيتمنت، معلش الفيديو. طيب الانكم ستيتمنت بيقولوا عليها ستيتمنت اوف اوبريشنز اور بروفيت اند لوس ستيتمنت، قائمه الارباح والخسائر. دي بتعمل ايه؟ دي بتقرر او بتظهر البرفورمانس بتاع الشركه، الاداء المالي بتاع الشركه او ريزلتس نتائج من الاوبريشنز من التشغيل خلال فتره زمنيه معينه. طيب الانكم ستيتمنت بتتبني على الاكرولز، يعني ايه الاكرولز؟ يعني المستحقات، يعني مش ضروري يكون كل البنود اللي موجوده على الانكم ستيتمنت هي كاش زي الكاش فلوز، لا هي ممكن تكون حاجات اكرول لسه هتستحق بعد فتره بس بنحطها جوه الانكم عشان نعمل ايه؟ الماتشنج برنسبل. ما بين ايه الماتشنج برنسبل ده؟ مبدا الماتشنج هنا اللي احنا بنخلي شكل القائمه الماليه الانكم ستيتمنت بتسمع جوه البالانس شيت، على اعتبار ان البالانس شيت معظمها معظم الايتمز اللي جوه البالانس شيت دي كاش او اتحققت فعلا، وهنا لسه حاجات ما حققتش، عشان ما يبقاش في ديفرنسز بين الانكم ستيتمنت والبالانس شيت، فبيبقى احنا بنشتغل على الاكرول بيسس. طيب ادي اهي الانكم ستيتمنت انتر ريليتد وود بالانس شيت، يعني ايه انتر ريليتد؟ يعني في علاقه مشتركه بين زي ما قلنا هنا في الماتشنج، ودي بتكسبلين بتوضح لي سم جزء من بات نوت اول مش كل التغيرات اللي بتحصل على الاسيتس واللايبيليتيز. في تغيرات بتحصل بزياده ونقصان على الاسيتس واللايبيليتيز، والايكويتي بتبان فين؟ بتبان هنا جوه الانكم ستيتمنت بتوين او ما بين فترتين ماليتين
فترتين ماليتين تاليتين يعني ورا بعض. طيب ادي شكل الانكم ستيتمنت. عندنا ادي سيلز، السيلز اهي دي المبيعات بتاعت السنه، كوست اوف جود سولد تكلفه البضاعه المباعه اللي هي تكلفه مدخلات الانتاج، بشيل الكوست اوف جود سولد من النت سيلز بيديني حاجه اسمها الجروس بروفيت او مجمل ربح التشغيل. اهو مجمل ربح التشغيل ده بنشيل منه السيلز جنرال اند ادمنستريتف اكسبنسز اللي هي مصروفات المبيعات، مصروفات العموميه والاداريه، بنشيل منه اذر اوبريتنج اكسبنسز اللي هي الاهلاك للاصول غير الاهلاك للاصول غير الانتاجيه، الاهلاك للاصول الانتاجيه بيبقى هنا، بيطلع عندي هنا حاجه اسمها الاوبريتنج انكم او الايرننج بيفور انترست اند تاكس، الربح قبل الفوائد والضرائب. خلاص؟ بنشيل منه الفوائد بتاعت البنوك ونحط ونشيل منه الاذر انكم اكسبنسز الاكسبنسز الاخرى، يديني income from continuing operations before tax او ربح قبل الضرائب and minority interest اللي هم اصحاب الحقوق الاولويه. بعد كده بنشيل منه الضرائب، بيديني income from continuing operations ربح بعد الضرائب، بنشيل منه minority interest بيديني income from continuing operations صافي الربح بعد الضرائب. بعدين بيبقى عندي هنا في الاخر خالص يبقى عندي either income from discontinued operations او اللي هي ايه بقى؟ الحته دي بيبقى في عندنا في الشركات في بعض الاحيان بيحصل عمليات غير اعتياديه، كان مثلا في شركه عندها وحده للتنقيه او وحده مثلا وحده للتنقيه بتاعت الادوات الطبيه الهايجينكس مثلا. انا بعقم وحده تعقيم ليها طاقه معينه، احنا السنه دي ما استعملناش كل الطاقه دي، كان عندنا طاقه زايده بعناها لمصانع ثانيه. هنا المصنع بيبقى فيه طاقه زايده بنسلفها، او مثلا زي مصانع الاجويه بتعمل حاجه اسمها الطال مانيفاكتشرنج، ان انا جزء من الطاقه اللي انا مستغله عندي بديه لمصانع الادويه الثانيه تصنع فيه او تغلف فيه جزء من انتاجها، بيطلع عندي هنا في الاخر نت انكم. طيب الريفينيوز هي عباره عن المبيعات وحده في سعر، الاوبريتنج اكسبنسز اللي هي عباره عن الكوبس والاس جي ان اي والديبريشيشن امورتيزيشن. اوبريتنج اكسبنسز اللي هي مصروفات التشغيل عباره عن تكلفه البضاعه المباعه اللي هي الدايركت والاندايركت اوبريتنج اكسبنسز اللي دخلت على الانتاج مباشره. الاس جي ان اي مصروفات المبيعات، مصروفات العموميه والاداريه عن النشاط. الديبريشيشن هو الاهلاك اللي بيحصل على الاصول الثابته. خلاص؟ ان احنا كل سنه بنهلك الاصول الثابته نتيجه التغير في التكنولوجي بنسب معينه بيبقى متعارف عليها في النظم المحاسبيه الدوليه. وعندنا الامورتيزيشن اللي هو الكابيتاليزيشن او استهلاك المصروفات الراسماليه، زي ما بيكون عندي مثلا مصروفات ما قبل التشغيل، مصروفات عملناها قبل تشغيل المصنع زي دراسات الجدوى، دراسات المشوره القضائيه القانونيه، السفر والاتفاق على خطوط الانتاج والكلام ده كله، كل ده بيتجمع في مبلغ واحد اسمه مصروفات ما قبل التشغيل، وبيهلك على عدد معين من السنين بعد التشغيل. Other revenues او expenses اللي عباره عن كل ما هو من revenue ربح او تكلفه مش مرتبط بالنشاط الرئيسي بتاع الشركه، يعني بعنا اصلا من الاصول ده ملوش اي علاقه بالنشاط الرئيسي، لكن ده بيحصل مره واحده ما بيحصلش تاني. مثلا جينا السنه دي دفعنا غرامه معينه ما بتدفعش كل مره مثلا، وهكذا. unusual or and or infrequent items اللي هي non operating items زي ايه؟ اهو بيع اصول او ان احنا دفعنا penalties او كده. الـ earnings before interest and tax اللي هي الربح قبل الفوائد والضرايب. الـ earnings before interest and tax اللي هي عبارة عن الربح اللي فاضل بعد ما خلصنا كل تكلفة التشغيل اللي هي الـ COGS والـ SG&A والـ depreciation والـ amortization. طيب الـ net income هو عبارة عن الـ bottom line بتاعنا اللي هو صافي الربح اللي بعد ما نغطي كل الالتزامات اللي فوق يفضل كام في الآخر خالص؟ هو ده الربح اللي احنا بنوزعه على المساهمين. طيب
لما نيجي نحسب حاجه اسمها الكرنت بيريد ريفينيو، يعني عايزين نحسب الريفينيو او العائد بتاع فتره محدده، المعادله بتاعته عباره عن التكلفه اللي اتحققت او التكلفه اللي احنا دفعناها لتاريخه، تاريخ محدد، على اجمالي التكاليف المتوقعه خلال الفتره دي مضروب في التوتال اكسبكتد ريفينيو يديني ايه؟ يديني على كل ده مقسوم على ربح السنه اللي قبلها او الفتره اللي قبلها. يعني انا دلوقتي في الربع الثاني من السنه، عايز اعرف ارباح الربع ده كام، او الاكسبكتد بروفيت او الكرنت ريفينيو اللي حصل لي هنا كام. بشوف اي وقت انا عايز احسبها التكلفه اللي عندي كانت قد ايه، بقسمها على اجمالي التكلفه المقدره للفتره دي واضربها في اجمالي العائد المقدر للفتره دي، واقسم الكل على الريفينيوز بتاعه السنه اللي قبلها. ادي اكزامبل بيقول لك سنه 2001 whatever a company undertakes 3 سنين project at contracted price. يعني ايه؟ شركه خدت مشروع على 3 سنين بكونتراكت ليه سعر، سعره كام؟ 750000 دولار. An estimated cost of 600000 دولار. يعني المشروع ده يتعمل على 3 سنين، ربحه البرايس بتاعه 750000، تكلفته 600000. لو بيقول لك هنا بقى لو الكوست انكر، التكلفه اللي اتحققت خلال السنين كانت 120000 للسنه الاولانيه، 300000 للسنه الثانيه، 180000 للسنه الثالثه. 180 و120 يبقوا كام؟ يبقى 300 و300 ادي 600، ادي 600 توزعوا على 3 سنين. طيب respectively خلاص عايز and the total revenue recognized each years. عايز بقى يعرف كل سنه هتكسب كام. السنه الاولانيه ادي التكلفه بتاعتها 120 على 600 اللي هي اجمالي التكلفه مضروب في التوتال اكسبكتد ريفينيو اللي هو سعره 750 ناقص صفر ناقص الريفينيو بتاع السنه. مفيش دي اول سنه، يبقى اول ربح اول سنه هو 150. طيب السنه اللي بعديها اللي هي 2002 هتبقى 420. 420 دي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 120 وال 300 ادي 420. 420 مقسوم على 600 اللي هي الاجمالي ناقص ال 150 اللي حققتها في الفتره اللي قبليها، يبقى السنه الثانيه الربحين هو 375. السنه الثالثه 600 على 600 في 750 اللي هو اجمالي السعر ناقص 525 اللي هي 150 و375، يبقى ربح اخر سنه 225. لما نجمع دول يطلعوا 600. سوري 750. طيب دي عباره عن تبسيط او توضيح اكتر للانكم ستيتمنت بشكل واضح. سيلز ماينس اوبريتنج اكسبنسز ماينس انترست اكسبنس زائد او ناقص اذر ريفينيوز اند اكسبنسز زائد او ناقص unusual infrequent items يديني pre-tax earnings ناقص التاكس يديني income from continuing operation بعد الضرايب، زائد او ناقص income or loss من discontinued operations اللي هي net of tax يديني هنا ناقص او زائد extraordinary items اللي احنا اتفقنا عليها، يديني هنا في الاخر النت profit. طيب الكاش فلو ستيتمنت قائمة التدفقات النقدية. طيب قائمة التدفقات النقدية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن شرح او بتديني معلومات عن كل التدفقات النقدية اللي دخلت الشركة خلال فترة معينة، وكل التدفقات النقدية اللي خرجت من الشركة خلال فترة معينة، بروفايدد ان كل اللي انا بتكلم عليه ده كاش. يعني مش زي الانكم ستيتمنت في حاجات مش كاش، لا ده كل اللي بيحصل على القائمة دي كاش كاش، كاش طلع وكاش دخل. طيب الاوبجكت بتاعه ايه؟ ان احنا عندنا هنا في ستاندرد دولي 95 بيقول ان احنا بنعمل الكاش فلو دي علشان ايه؟ اول حاجه ناسس الفيرمز ابيليتي تو جنريت بوزيتيف فيوتشر كاش فلوز، ان احنا نقدر ان احنا نقيس قدره الشركه دي على تهيئات على تحقيق تدفقات نقديه موجبه خلال سنين شغلها. الحاجه الثانيه First ability قدرة الشركة انها to meet the obligations انها تغطي التزاماتها وتدفع الديفيدنس بتاعتها وتقابل كل التزاماتها على ال external financing agencies او البنوك او كل ما هو اداها فلوس تقدر تغطيه.
تالت حاجة بتديني reasons for differences between net income and associated cash receipts and payments. هنا خدوا بالكم ان احنا على القائمة بتاعت قائمة الـ income statement قلنا ان في حاجات شغالة بالـ accruals. معنى كده ان الـ income statement دي هيبقى فيها عليها ربح ما تحققش لسه هيتحقق. فاحنا بنحطه كأنه جاي. فبنحسبه جوه اللي جاي. ليه؟ السيلز اللي احنا بنحطها فوق دي بتبقى كريدت سيلز. في منها جزء كريدت يعني في منها جزء اتباع كاش وجزء اتباع اون كريدت. لكن انا حطيت السيلز كلها مليون. على اعتبار ان انا طلعت جزء كاش نص مليون والجزء الثاني نص مليون طلعته كريدت باكونتس ريسيفبل. فهنا الكاش فلو بتديني ليه بيحصل اختلافات ما بين الانكم في بتوين الانكم بين الكاش ريسيتس والكاش ديسبيرسمنت. انا استلفت كام؟ انا استلفت كام فلوس ودفعت كام فلوس؟ الفلوس استلمتها دي مش كلها كاش، لكن اللي دفعتها في برضه جزء منها كاش وجزء منها كريدت. بيحصل هنا فروقات في التظبيطات بتبان على الانكم ستمنت، الكاش فلو بتغطيها. اخر حاجه effects on the firm's financial position of both its cash and its non-cash investing and financing transactions. هنا بقى بتبين لي اللي انا قلت عليه من شويه صغيرين، الموقف المالي للشركه ازاي اتاثر بالكاش والنون كاش ايتمز اللي احنا اتكلمنا عنهم في النقطه اللي قبل دي. طيب انا القايمه دي فيها عندي فيها حاجه اسمها كاش اند كاش ايكوفالنس. كاش اند كاش ايكوفالنس، الكاش ده كاش اللي هو النقديه، والكاش ايكوفالنس اللي هي اشباه النقديه اللي احنا بنسميها في المصري عندنا في الميزانيات في مصر اشباه النقود. طيب الكاش انكلودز كل الكاش اون هاندز، يعني الكاش اللي موجود جوه الشركه في الخزنه، والكاش اللي محطوط في البنوك في شكل اكاونتس زي الحسابات الجاريه والودائع وخلافه. الكاش ايكوفالنس عباره عن شورت تيرم قصيره الاجل هاي ليكويد فاينانشال انسترومنتس، ادوات ماليه قصيره الاجل شديده السيوله. الماتيوريتيز بتاعتها يعني تواريخ استحقاقها اقل من 3 شهور، ولذلك هم كويكلي كونفرتبل انتو كاش، يعني سريعه التحول الى كاش. اكزامبل دي عباره عن ايه؟ ماني ماركت فاندز، شهادات استثمار في صناديق استثمار اسواق المال، تريجري بيلز الاذونات بتاعه الخزانه، والسيرتيفيكت اوف ديبوزيتس او شهادات الايداع اللي احنا بنعملها في البنوك. خلاص الشركات لازم ومحتم عليها ان يكون عندها سياسه واضحه لاستخدامات الكاش والنون كاش خلال فتره محدده كبيجينينج واندينج. كاش زي ما احنا ابتدينا في المحاضره بتاعتنا اللي احنا ابتدينا بالكاش beginning كاش وبعدين كاش ريسيتس وبعدين كاش ديسبيرسمنت وبعدين ending كاش. طيب الكاش فلو بتاعنا ليه كلاسيفيكيشنز؟ عباره عن اربعه هما ثلاثه كلاسيفيكيشن: operating activities, investing activities and financing activities. الاوبريتنج اكتيفيتيز هي عباره عن الكاش انفلوز والكاش اوتفلوز اللي ناتجه عن الاوبريشن عن التشغيل، كل ما هو متعلق بالتشغيل. زي ايه؟ فلوس جايه من عملاء وفلوس رايحه للعملاء، فلوس جايه انترست من البنوك، فلوس رايحه هتدفع للعمال، فلوس جايه من ديفيدنز، فلوس هتدفع في شكل ديفيدنز او شكل تاكسس او شكل انترست. كل ده شغال ايه؟ اوبريشن تشغيل. investing activities أنشطة الاستثمار، لو احنا بقى هندفع فلوس في استثمار او هناخد فلوس من استثمار. هندفع فلوس في استثمارات زي ايه؟ بعنا اصل من الاصول او collect حصلنا قروض كنا مسلفين ناس فلوس وحصلناها، او كان عندنا استثمارات في اوراق ماليه او investments معينه بعناها. الاوتفلوز بتاعتنا ان احنا نشتري اصول او ندفع او نعمل قروض نحصل على القروض او ناكواير او نشتري استثمارات من السوق. الفاينانسنج اكتيفيتيز هنا كلمه فاينانسنج يعني التمويل. هنا طلعنا اصدرنا اسهم عاديه خدنا على او خدنا
قروض من البنوك، ده الكاش انفلو. الكاش اوت فلو هو عباره عن ان احنا اشترينا اسهم من السوق بتاعتنا كانت موجوده مع ناس واشتريناها، او دفعنا اللونز بتاعتنا، او دفعنا ديفيدندز. فاحنا عندنا دلوقتي الكاش فلو عباره عن اوبريتنج انفستمنت كاش فاينانسنج اكتيفيتيز. هما دول التلات اقسام الاساسيه بتاع الكاش فلو، انا شرحتهم دلوقتي حالا قدام حضراتكم كلهم. طيب هنا الكاش فلو بنعده اما بطريقه الدايركت ابروتش او الاندايركت ابروتش. طيب طريقه الدايركت ابروتش هو عباره عن سيبريت لاين ايتمز. يعني ايه لاين ايتمز؟ يعني بنود سيبريت عن بعضها، كل بند قائم بذاته، دي الدايركت. وفي الاخر خالص بيتجمع الكاش فلو ان واوت وبنطلع منه النت كاش فلو. الاندايركت ما بيستعملش سيبريت تايم لاينز، وبيعمل مجموعه من الادجستمنتس او مجموعه من التسويات على بعض بنود القايمه، ويطلع في الاخر خالص بالنت انكم، اسف النت كاش فلوز. طيب لما نيجي نبص على الدايركت ابروتش هنلاقي ايه؟ ادي كاش فروم كاش فلوز فروم اوبريتنج اكتيفيتيز ان اوت، اللي بين قوسين دي اوت، واللي من غير بره القوسين دي ان. فيطلع عندي نت كاش فلو من الاوبريتنج، او بص كل واحده ده اسمه تايم لاين، ايتم لاين، كل واحده ليها ايتم لاين بتاعها. في الاخر خالص عندي نت بتاع الاوبريتنج اكتيفيتيز اهو، وبعدين عندي كاش فلو فروم انفستنج اكتيفيتيز، ادي كل اكتيفيتي ليه التايم لاين بتاعه، اللي بين قوسين احنا دفعناه، اللي بره القوسين احنا اخدناه، لكن واضح ان احنا دفعنا كتير. فادي النت من الانفستنج، يعني عملنا كده معناها ان احنا عملنا استثمارات كتير في الفتره دي، واخد بال حضرتك؟ طيب الكاش فلو فروم فاينانسنج اكتيفيتيز، ان احنا عندنا هنا الكاش فلو اللي جاي من الفاينانسنج، جاي من التمويل، اللي بره احنا خدناه، اللي جوه احنا دفعناه. يطلع عندي النت كاش فلو فروم اللهم صل على النبي الفاينانسنج اكتيفيتيز. نجمع الثلاثه على بعض عشان يطلع عندنا هنا النت انكريز ان كاش اهو، وبعدين عندي الكاش بيجيننج بالانس بيجيننج اوف ذا يير اهو، يطلع عندي الكاش اندنج اوف ذا يير اهو. ادي كده الدايركت ابروتش، وده الموستلي يوزد في كل الدنيا الدايركت ابروتش. الاندايركت ابروتش هنا عباره عن ايه؟ عباره عن تسويات بتحصل على الايتمز، زي الايتمز بتاعت الاكتيفيتيز الاوبريتنج اكتيفيتيز وايتمز. مثلا عندنا هنا في الانفستنج مفيش فيها شغل كتير، ولا عندنا هنا في الاكتيفيتيز في الفاينانس اكتيفيتيز في عندنا شغل كتير، لكن هنلاقي كل الشغل اتعمل فين؟ اتعمل في الكاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز. ابتدى ازاي وخلص ازاي؟ لو حطينا القائمتين جنب بعض هنلاحظ انه التوتال هنا غير التوتال في القائمه اللي قبليها. يعني هنا كان هنا 900 15 500 18. ال 9900 دول لو احنا خدنا الايتمز دي وشفنا بتتعمل ازاي هنلاقي فيها شويه تسويات حصلت عشان نوصل في الاخر للقائمه دي اللي هي النت كاش فلو. طيب في عندنا بعد كده حاجه اسمها الكومن سايز فاينانشال ستيتمنتس. الكومن سايز فاينانشال ستيتمنتس هي عباره عن فاينانشال ستيتمنتس اللي موجوده عليها البنود اللي موجوده عليها عباره عن برسنتجز او نسب مئويه للايتم بالنسبه للتوتال، مش مبالغ تعبر عن قيمه البند. تمام؟ طبعا دي احنا بنستعملها عشان تو كومبير فترات ماليه معينه، او تو كومبير انشطه بينها وبين بعضها. لما نيجي نشوف دي عباره عن بالانس شيت معموله بالكومن سايز. طيب بص هنا دي 2006 ودي 2007، ادي الايتم اهو، ادي الكرنت اسيتس، ادي الكاش، وادي الاكونتس ريسيفبل، وادي الانفنتوري، ادي التوتال، وعندنا بعد كده فيكس اسيتس اهيت، يطلع عندي النت فيكس اسيتس اهيت، يطلع عندي هنا التوتال اسيتس. ادي هنا 3,373، 3,538. التشينج هنا لو تلاحظوا هنا حضرتك، هنا التشينج عباره عن ايه؟ عباره عن الفرق بين الاثنين في المية. الفرق بين الاثنين هنا ايه؟ مبالغ اهي،
تمام؟ الناحية التانية دي قائمة مالية معمولة عادية. الناحية التانية بقى عبارة عن هنا الكاش 84 بقت 2.5%، ال 98 بقت 27%. من ايه؟ احنا بنقسم ده على التوتال وده على التوتال وده على التوتال، كل ايتم على التوتال عشان يديني البرسنتجز دي. فيديني هنا في الاخر خالص ادي 100%، نفس الحكايه كل ايتم على التوتال يديني النسبه المئويه بتاعته. اصبح عندي هنا النسبه المئويه او التكوين بتاع البند او هو الميزانيه بيمثل كامل الاصول. يعني هنا الكاش السنه 2005 كانت 2.5% من اجمالي الاصول، السنه اللي بعديها بقت 2.7% من اجمالي الاصول. يعني معناها ايه؟ معناها ان الكاش عندنا عالي ما بين السنتين، الشركه قدرت انها تزود رصيد الكاش ما بين السنتين. طيب اهو نفس الحكايه لما نيجي نبص على كام سيبك، كانت هنا 16.5، هنا بقت 4.9، هنا 188 بقت 52.2%، وهكذا. معايا حضراتكم؟ يبقى اذا هنا الكومن سايز بتوريني الايه؟ البورشن او التكوين بتاع الايه؟ الايتم ده جوه الميزانيه. ليه بنعمل كده؟ قلنا علشان نقدر ان احنا نعمل نوع من التحليل المالي المتعمق لمكونات الميزانيه عشان نقدر نوصل، او مكونات القائمه الماليه بصفه عامه، القائمه الماليه بصفه عامه، عشان نقدر ان احنا ندرس التطور اللي بيحصل عليها والتغيرات اللي بتحصل نتيجه ايه؟ واني بند من البنود على القائمه الماليه هو اللي بيأثر اكتر على بقيه البنود الثانيه، او بيأثر اكتر على شكل الاداء المالي او التقرير المالي بتاع الشركه اللي احنا فيها. طيب هنا انا شارح بالتفصيل ازاي كل بند من البنود. يعني هنا الكرنت اسيتس كانوا 19.7 سنه 2007 وبقوا 19.1 في 2006. يعني هم كانوا 19.7 في 2007، وكانت هم 19.1 في 2006. حصل زياده. الكرنت لابيلتيز ديكلايند من 16 ل 15. الكرنت لابيلتيز معنى ان الكرنت لابيلتيز تنزل، يعني معناها ان الشركه قدرت انها تسدد جزء من الكرنت لابيلتيز من سنه لسنه. التوتال ايكويتي ارتفع من 68.1 ل 72.2، يعني معناها ان الشركه هنا ضخت فلوس جوه الشركه، اما في زياده راس مال او ان الاداء المالي بتاع الشركه ده ناتج عنه ان كان في ارباح محتجزه او في زياده في الاحتياطيات حصلت من سنه لسنه، ادى الى ارتفاع التوتال ايكويتي من 68 ل 72.2. في تغيرات بتحصل. طيب كل الكلام ده كلام كويس قوي، هينتهي في الاخر نهايه ان احنا لازم نعرف البرفورمانس بتاع الشركه بتاعنا ده شكله عامل ازاي. يعني شركتنا دي ماشيه كويس ولا ماشيه وحش؟ احنا ماشيه على النظام اللي احنا حاطينه ولا لا؟ المخطط اللي احنا حاطينه نتج عنه ان احنا وصلنا للنتائج اللي كانت متوقعه، ولا حصل انحراف عن النتائج اللي كانت متوقعه عن سؤال؟ ازاي بنعرفها دي؟ بنعرفها عن طريق النسب الماليه او تحليل النسب الماليه. تحليل النسب الماليه ده ببساطه يا جماعه هو عباره عن ايه؟ لو احنا نفتكر كده لما بيجي الراجل الدكتور يطلب مننا صوره دم كامله، احنا بنروح معمل التحليل بيسحبوا مننا عينه ويحللوها ويطلعولنا شويه ايتمز وصدر من الناحيه الثانيه شويه ايه؟ برسنتجز، ويديني في الاخر خالص الناحيه دي الرينج بتاعها. ده بالظبط اللي بيحصل في القائمه الماليه، ان احنا بنحلل مجموعه من النسب عشان نشوف قراءات النسب دي كام، ونقارن قراءات النسب دي بالنورم بتاع الصناعه او معيار الصناعه. المفروض ان النسبه دي في الصناعه تبقى كام، لكن هي عندي كام، فبشوف نفسي انا جوه المعيار ولا بره المعيار. تفرق معايا ايه؟ ان انا اعرف هل انا شركتي دي مدره اداره جيده، ولا في انحراف في الاداره، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الانحرافات اللي بعيده عن النورم، طيب بعيده لتحت ولا بعيده لفوق؟ يعني النورم مثلا واحد، انا واحد ونص ولا نص؟ طب انا لو نص نص ليه؟ ولو واحد ونص واحد ونص ليه؟ الكلام ده يا جماعه بيتحلل تحليل دقيق جدا 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 فوق ما تتخيلوا، وبياخد
بياخد نوع كبير من السوفيستيكيشن علشان نقدر نوصل بالظبط حاله الشركه الصحيه عامله ازاي، واذا كانت الشركه الاداره بتاعتها قادره انها تدير الريسورسز بتاعتها جواها صح، ولا في انحراف في الاداره بيؤدي الى ضياع ارباح الشركه او ان الشركه بتفقد جزء من القيمه بتاعتها او تافه. طيب عندنا مجموعه من النسب هناخد اهمها. انا قلت الكلام ده دلوقتي هناخد اهمها، او خلينا نرجع تاني للاقتصاد دي برضه عشان هي فيها شويه معلومات مهمه جدا. طيب التعريف بتاعها ان الفاينانشال ريشيوز عباره عن ريليشن شيبس، عباره عن مجموعه من العلاقات بتتحدد خلاص من باستخدام بتحدد عن طريق استخدام المعلومات الماليه بتاعت الشركه، خلاص بتتحدد عن طريق استخدام and used for comparison، ان احنا بنعمل بيها comparison او مقارنه ما بين فتره وفتره عشان تديني بيربس معين او لهدف معين انا بعمل المقارنه دي. طيب لكل نسبه من النسب زي ما مكتوب هنا احنا بندسكاس بنتناقش and consider بان احنا ناخد في الاعتبار مجموعه من الاسئله، يعني لكل نسبه بنحسبها الاسئله دي بنسالها لنفسنا. ازاي احنا حسبنا النسبه دي؟ ازاي حسبناها؟ طبعا في اسس لحسابات النسب، اذا انحرفنا عن هذه الاسس النسبه هتطلع مش مظبوطه. What is it intended to measure؟ انا عايز اقيس بيها ايه؟ انا عايز اقيس بيها ايه؟ وليه ممكن تكون interested ان انا اقيس الحته دي؟ يعني ليه عايز اقيسها؟ يعني ليه انا مصر ان انا اقيس الحته دي او اعرفها؟ السؤال الثالث What is the unit of measurement؟ انا بقيس ايه؟ انا بقيس percent ولا بقيس مدة ولا بقيس قيمة؟ تفرق. What might a high or low value tell us؟ لو انا عندي الفاليو طلعت عالية او طلعت منخفضة ده يقول لنا ايه؟ ده يقول لنا ايه؟ ده indicate ايه عندنا؟ خلاص؟ وازاي ممكن القيم دي تبقى misleading؟ تديني قرار غلط، تديني احساس مختلف، او تديني قرايه تديني ان انا عايش في يعني انا عايش حاجه هايله جدا وانا في الواقع لا الموضوع مش كده خالص، يديني احساس مختلف يعني. And how could this measure be improved؟ هنا بقى الميجر اللي انا استعملته ده وحده القياس اللي استعملتها دي ازاي احنا نحسنها؟ هنا في النسب الماليه احنا عندنا اثنين بيلر اساسيين هما اللي احنا بنعتمد عليهم. البيلر الاولاني هي طريقه الحساب، وزي ما انا قلت من شويه صغيرين هي ليها اسس في الحساب، اذا انحرفنا عن هذه الاسس هتطلع النسبه مش هي خالص، ودي قرايه مختلفه تبقى مس ليدنج زي ما قلت دلوقتي. الحاجه الثانيه هي الاندستري نورم، انا ازاي اقارن النسبه دي بمعيار الصناعه؟ يعني لما يقول لي مثلا ان نسبه الماده الفعاله في الدواء لازم تبقى قد كده، يبقى لما اقيس النسبه دي تطلع قد كده، لان لو طلعت اقل من كده يبقى الدواء مش فعال، لو طلعت اعلى من كده يبقى الدواء سم قاتل. فلازم احنا هنا نرجع للنورم عشان نشوف احنا جوه النورم ولا احنا بره النورم. نرجع بقى تاني لمجموعه النسب اللي احنا بنشتغل عليها. نسب السيوله دي الغرض منها دراسه مدى قدره الشركه على تحقيق السيوله، سيوله يعني سيوله نقديه، والاحتفاظ بيها وادارتها اداره جيده. طيب عندنا مجموعه من النسب اللي هي current ratio, quick ratio, average sales per day, collection period, cost of goods sold per day, number of days sales in ending inventory. ناخدهم واحده واحده. ال current ratio اللي هي نسبه السيوله current assets على current liabilities، الكرنت اسيتس اللي هي الاصول المتداوله على الخصوم المتداوله. الغرض من دي بيقول ايه؟ ان النسبه دي بتقول قد ايه من الكرنت اسيتس لما يتحول لمنتج يغطي لي الكرنت لايبيليتيز الالتزامات قصيره الاجل او الكرنت اللي هي ايه؟ الشغاله يعني الكرنت. طيب النسبه دي ليها معيار في الصناعه. معيار الصناعه واحد، يعني ايه واحد؟ يعني الكرنت اسيتس قد الكرنت لايبيليتيز النسبه دي بتغطيها 100%، دي بتغطي دي 100%. لو طلعت نص
يبقى الشركه ما بتقدرش تعمل نسبه سيوله مظبوطه في اساءه في استخدام السيوله، زيها زي لو طلعت 1.5 يبقى معنى كده برضو ان الشركه ما بتعرفش تدير السيوله اللي عندها مظبوط. الكويك ريشوز هي عباره عن الكرنت اسيتس بس احنا بناخد منها ايه؟ الكاش والكاش ايكويفالنت والاكونت ريسيفبل. بنطلع منها ايه هنا بقى؟ بنطلع منها الانفنتوري. ليه؟ لان الانفنتوري هنا بيبقى فيه منتج تام، منتج تحت التشغيل، ومواد خام. ثلاث حاجات في منهم، واحد اللي هو المنتج تام بيبقى ليه قيمه ماليه، اللي تحت التشغيل ما نقدرش نحدده بالظبط، المواد الخام غير سريعه التحول الى نقديه ما نقدرش نحددها بالظبط. فاحنا بناخد كل الكاش اللي ممكن يتحقق بنعمله على الكارنت لابيلتيز عشان نقدر نقول لو في لحظه ما من اللحظات الكارنت لابيلتيز دي حلت علينا عندنا كاش قد ايه يغطيها وبسرعه، عشان كده سموها كويك. طيب الافريج سيلز بير داي بقسم رقم المبيعات على 365 يوم يديني رقم المبيعات اليومي. بيديني ايه رقم المبيعات اليومي دي؟ انا بعرف السنه دي انا ببيع قد ايه في اليوم قصاد السنه اللي فاتت، او الفتره دي انا بقدر احقق قد ايه مبيعات يوميه عن الفتره اللي قبليها. الكولكشن بيريود اكونت ريسيفبل على الافريج سيلز بير داي، بناخد الافريج سيلز بير داي اللي احنا حسبناها دي نقسم عليها الاكونت ريسيفبل. ايه الاكونت ريسيفبل دي؟ اللي هي اوراق القبض او كمبيالات. لما نقسم دي على دي تديني الاوراق دي، اوراق القبض دي عندي انا بتتكيش امتى؟ بقدر ان انا احولها الى كاش امتى؟ طبعا كل ما قربت كل ما كان احسن، لان انا عندي الناحيه الثانيه التزامات للموردين لازم تتغطى في ميعادها. طيب الكوست اوف جودز سولد بير داي، ان انا بشوف تكلفه الانتاج بتاعتي في اليوم كام؟ باخد اجمالي تكلفه الانتاج اقسمه على 365 يديني تكلفه اليوم. طيب باخد الاندنج انفنتوري اقسمه على الكوست اوف جودز سولد بير داي عشان يديني قد ايه عندي مبيعات في الاندنج انفنتوري، يعني ايه عندي؟ يعني قد ايه عندي منتج تام قابل للبيع في الاندنج انفنتوري بتاع اخر السنه عشان يوريني انا التيرن اوفر بتاعي او معدل الدوران بتاعي كويس ولا وحش من سنه لسنه. طيب عندي بعد كده المجموعه الثانيه هي مجموعه البروفيتابيلتي ريشوز او نسب الربحيه. الجروس بروفيت مارجن عباره عن الجروس بروفيت مقسوم على النت سيلز، مجمل الربح على يديني مجمل ربح التشغيل قد ايه نسبه من المبيعات التشغيل. اوبريتنج انكم برسنتج ان انا باخد الاوبريتنج انكم ايرنينج بيفور انترست اند تاكس اللي هو الربح قبل الفوائد والضرايب اقسمه على مبيعات عشان اشوف قد ايه الربح بتاع الفوائد قبل الفوائد والضرايب. الجنيه الواحد المبيعات حقق قد ايه ربح. الريتيرن اون ايكويتي العائد على حقوق الملكيه، باخد صافي الربح اقسمه على حقوق الملكيه عشان اشوف how much every dollar invested في حقوق الملكيه دي جاب لي ربح قد ايه. ريتيرن اون اسيتس العائد على الاصول، العائد على الاصول عباره عن ايه؟ عباره عن النت انكم صافي الربح المتحقق زائد الانترست اكسبنس في واحد ناقص التاكس ريت. هنا الانترست اكسبنس اللي هي الفوائد بتاعت البنوك، الربح ناقص الفوائد على الافريج توتال اسيتس على متوسط اجمالي الاصول. يديني ايه؟ يديني العائد على الاصول. يعني ايه العائد على الاصول؟ يعني كل جنيه انا اشتريت بيه اصل من الاصول الجنيه ده او الدولار ده اداني عائد قد ايه باستخدام هذه الاصول. وهنا بقى النسبه دي بتوريني اذا كان استخدام الاصول كويس ولا وحش. بمعنى ان النسبه دي اولا لو طلعت مع النورم يبقى انا بستعمل اصولي استعمال مظبوط، لو طلعت بره النورم فوق او تحت يبقى في هنا اساءه في استخدام ايه؟ الاصول بتاعتي. طيب من فتره لفتره انا بشوف مدى قدره الاداره على استخدام الاصول استخدام جيد، فبتديني انديكيشن عن جوده الاداره. كاش ريتيرن اون اسيتس باخد الكاش فلوس فروم اوبريتنج اكتيفيتيز زائد الانترست بايد زائد الفوائد اللي اتدفعت نقسمها على الافريج توتال اسيتس. ليه بقى؟ عشان النسبه دي بتوريني الاسيتس بتاعتي دي انا لما بشغلها بتديني كاش قد ايه. الكواليتي اوف انكم باخد الكاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز اقسمه على النت انكم عشان اقدر اشوف النت انكم اللي اتحقق ده اتحقق قد ايه من الاوبريشنز، يعني بمعنى ادق الاوبريشنز بتاعتي دي او النشاط الاساسي بتاع الشركه دي قادر يحقق لي قد ايه نت انكم من النشاط الاساسي مش من النشاط الثاني، مش من بيع اصول او تاجير طاقه زايده او هي دي الحته دي. طيب
بعد كده عندي حاجه اسمها الكابيتال ستراكشر او هيكل التمويل. هيكل التمويل البرسنتج كومبوزيشن هي عباره عن ايه؟ احنا عندنا القوائم الماليه بنحللها فيرتيكلي فيرتيكلي وهورايزونتلي. فاحنا اللي بيحصل عندنا ان احنا بناخد النتائج دي والمفروض ان احنا بنعمل بيها كروس ريفرنسنج عشان تطلع لي في الاخر 100%. زي ان انا باخد الكرنت لابيلتيز اقسمها على التوتال لابيلتيز اند شير هولدرز ايكويتي، يوم يديني نسبه الكرنت لابيلتيز بالنسبه للتوتال لابيلتيز اند شير هولدر للباقي اجمالي الميزانيه. طيب باخد اللونج تيرم ديت اقسمه على التوتال لابيلتيز اند شير هولدرز ايكويتي. خدوا بالكم هنا ان كل ايتم من دول، كل ايتم من دول هو عباره عن جزء من الكل هنا. يعني انا بقول هنا كرنت لابيلتيز مقسوم على ايه؟ على التوتال لابيلتيز. التوتال لابيلتيز اللي هي كرنت لابيلتيز زائد لونج تيرم لابيلتيز زائد ميديم تيرم لابيلتيز زائد شير هولدرز ايكويتي. يبقى انا بشوف انا هنا بشوف قد ايه الايتم ده بيمثل بالنسبه لاجمالي الميزانيه من الناحيه الثانيه من ناحيه الخصوم، يعني ده كابيتال ستراكشر. يعني بدخل من ناحيه الخصوم عشان في الاخر خالص المفروض ان مجموعه النسب دي تديني 100% او تنسبها لي 100%. انا بشوف الريسورسز بتاعتي استعملتها ازاي، كم في المية من الريسورسز بتاعتي اللي انا توفرت لي جوه النشاط خلال فتره معينه انا استعملتها ازاي. كده بمنتهى البساطه. طيب بعد كده انا عندي الانفستور ريشوز، واحد بيستثمر عندي فلوس عايز يعرف شويه حاجات توري له الشركه بتاعتنا دي ماشيه صح ولا غلط. اول حاجه الايرنكس بير شير. الايرنكس بير شير اللي هي نصيب السهم الارباح. نصيب السهم الارباح عباره عن ايه؟ عباره عن صافي الربح القابل للتوزيع على متوسط عدد اسهم راس المال اللي موجوده في تاريخ التوزيع. نقسم ده على ده يدي نصيب السهم الواحد من ارباح السنه قد ايه؟ ارباح السنه دي اللي هي صافي الربح القابل للتوزيع من على الانكم ستيتمنت على قائمه الدخل اخر سطر تحت خالص قبل ما نعمل اي حاجه. بناخد السطر ده نقسمه على عدد الاسهم يدينا نصيب السهم الواحد، نصيب السهم مش ارباح السهم، نصيب السهم من توتال الربح. طيب ماركت تو بوك فاليو اللي هي نسبه ايه؟ الماركت تو بوك فاليو بتاع السهم. باخد الماركت برايس بير شير اقسمه على البوك فاليو بير شير. السهم بتاعي ده جوه الدفاتر بتاعتي القيمه الاسميه بتاعته 10 جنيه. لكن هو بيتداول في البورصه ب 100 جنيه. يبقى هنا الماركت تو بوك 10 تايمز. يعني ايه؟ يعني معناها ان قيمه السهم بتاعي جوه السوق 10 اضعاف قيمته في الدفاتر. يعني الشركه بتنمو، الشركه بتكبر بايولوجيكلي من جواها. برايس تو ايرنج ريشيو اللي هو سعر السهم، برايس تو ايرنجز الى ربحيه السهم. باخد الماركت برايس بير شير سعر السهم في البورصه في اي وقت اقسمه على الايرنج بير شير اللي هي دي يديني نسبة السعر للأرنينجز. النسبة دي اللي هي كل بورصات العالم بتبص لها علشان تختار بالذات البورصات المستقرة القوية زي بورصة نيويورك، ألمانيا، اليابان، الكلام ده كله عشان يبتدوا يوجهوا استثمارات للبورصات في الأسواق الناشئة اللي زينا احنا هنا. لأن كل النسبة دي معادت لفوق كل ما ده كان إنديكيشن إن الشركات دي بتكسب جامد ولسه الشركات دي هيلثي وتقدر انها تعمل ارباح كتيره 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 خلال الفتره الاولانيه قبل فترات الاستقرار. فدي فترات الجروث بالنسبه للشركات، فبتخش البورصات المنتظمه، البورصات الهاديه الراكزه، تعمل استثمارات في البورصات الناشئه اللي زي عندنا عشان ارباحها بتبقى عاليه جدا، فيقدروا يعملوا فلوس كتيره جدا على الفلوس اللي هم بيستثمروها في البورصات بتاعتنا دي. ده برزومبلي ان احنا البورصات بتاعتنا مش صح. هنتكلم دلوقتي عن التايم فاليو اوف ماني اند انترست ريت اللي هي القيمه الزمنيه للنقود واسعار الفائده. طيب كلمه القيمه الزمنيه للنقود يعني ايه؟ هل النقود ليها قيمه زمنيه؟ ايوه النقود ليها قيمه زمنيه. تايم فاليو اوف ماني. التايم فاليو اوف ماني بيقول ايه؟ التايم فاليو اوف ماني بيقول اهو الدولار توداي وورث مور ذان الدولار تومورو. يعني ايه؟ يعني الدولار النهارده اكتر كتير قيمة من الدولار بكرة. تعالوا نتفرج. الجنيه المصري قبل قيام ثورة 1952 والجنيه المصري النهاردة كام سنة؟ أكتر من 60 سنة بنتكلم.
موظف كان بياخد 5 جنيه كموظف قليل قوي، ما فيش كتير قوي، يعني الجنيه كان بيعمل شغل كبير قوي. الراجل يطلع الصبح رايح شغل يسيب لمراته 10 ساعات وهو خارج، ويرجع اخر النهار يحاسبها على ال 10 ساعات جابت كام وتديله فلوس. ده معناه ايه؟ معناه ان بمرور الوقت القيمه الشرائيه او قيمه الجنيه قلت، لانه الجنيه اصبح بيشتري سلع وخدمات اقل كتير من اللي كان بيشتريه سنه قبل 52. هو ده القيمه الزمنيه للنقود. طب القيمه الزمنيه للنقود ايه اللي بيتحكم فيها؟ حاجتين: الانفليشن، التضخم، والبيرشيسنج باور اللي هي القوه الشرائيه للنقود. تعالوا نشوف هنا المبدا بيقول ايه. ان كل ما طالت الفتره الزمنيه من تاريخ استثمار الفلوس لتاريخ الحصول على العائد على هذا الاستثمار، كلما قلت قيمة النقود. ليه؟ لأنه طول الفترة دي في تغيرات بتحصل على أسعار الفايدة، وفي تغيرات بتحصل على التضخم. التضخم بصفة أساسية هو اللي بياكل أو يعني بيخلص على قيمة النقود بالوقت، وبالتالي القوة الشرائية للنقود بتقل بمرور الوقت. ده مبدا التايم فاليو اوف ماني. طيب هنتكلم من انطلاقا من القيمه الزمنيه للنقود على الانترست ريتس. ليه هنتكلم على الانترست ريتس؟ لان احنا النهارده بيبقى عندنا فلوس زايده عن احتياجاتنا، بنروح نحطها في البنك وبناخد عليها فوائد، يعني بنستثمرها بناخد عليها فوائد. الفوائد دي بتجي لنا بعد مده زمنيه، في وديعة 3 سنين، في وديعة 10 سنين، في وديعة 6 شهور، في وديعة سنة، وهكذا. فأنا النهاردة عشان أخد الوديعة ما أقدرش أكسرها قبل ميعادها عشان ما أخسرش عليها إيه؟ العائد اللي أنا هعمله خلال الفترة دي. البنك بيحسبني عليه. يبقى إذا أنا عندي هنا تمام؟ الفوائد بتتحكم في العائد اللي بيحصل لنا، والتايم فاليو ليه تأثير على هذه الفوائد. الفوائد عندنا نوعين: السمبل انترست والكومباوند انترست. السمبل انترست هي عباره عن الفائده البسيطه، والكومباوند انترست هي عباره عن الفائده المركبه. السمبل انترست بمنتهى البساطه هي عباره عن مبلغ في سعر الفائده بيديني العائد. عندي 1000 جنيه هياخدوا 10% في السنه، بنضرب ال 1000 في ال 10 بتدي كام؟ 100. يبقى اذا انا السنه دي عملت فايده بسيطه على ال 1000 100 بس. ادي الفايده البسيطه، ادي مبدا الفايده البسيطه. طيب عاده مبدا الفايده البسيطه بيتطبق في البورو. لما نيجي احنا نبورو ماني، لما نيجي احنا نقترض فلوس، بنقترضها على اساس الفائده البسيطه بالنسبه للشورت بيريودز، الفترات الزمنيه القصيره اللي هي لا تتعدى سنه، تبقى سمبل انترست او سنتين ماكس. لكن لما بنتكلم عن فترات زمنيه طويله بنبتدي يظهر الايفكت بتاع الكومباوندد انترست على الوقت. طيب الكتاب بيقول لك لما احنا بنختار الفلوس احنا في انترست تبقى تشارجد، تتحسب على استخدام هذه الاموال خلال فتره زمنيه معينه، ولما الفلوس بترجع تاني البرنسبل بتاعها اللي هي الاصل الفلوس اللي احنا استلفناه، يعني انا استلفت 1000 هو ده البرنسبل خلاص، والفوائد بيندفعوا. ما هو ده كده. لما تيجي الماني بنيجي نراجع الفلوس بنراجع الاصل والفوائد مع بعض. طيب قيمة الفايدة اللي تشارجت او قيمة الفايدة اللي بتدفع على الفلوس دي ها، وكمية الفلوس اللي احنا استلفناها والوقت بتاع السلفة دي، هو ده المحددات بتاعت الايه؟ حساب العائد او حساب سعر الفايدة او اساس
الاستخدام والاستبدال. طيب هنا قال لك الفورمولا بتاعت السيمبل انترست عباره عن البرنسبل مضروب في الريت في التايم. الانترست عباره عن ايه؟ عباره عن البرنسبل في الريت في التايم. فهو بيقول لك انا عندي هنا $100 was borrowed، استلفنا $100 على سنتين بسعر 10% interest rate، سعر الفايدة 10%. يبقى الفايدة اللي انا هدفعها على $100 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 100 في 10 على 100 اللي هي 10% في 2 في سنتين. يبقى خلال السنتين هدفع قد ايه؟ $20، لان فايدة السنة الواحدة 10، يبقى انا هدفع على السنتين 20. يبقى انا لما ارجع هرجع ايه؟ هرجع ال 100 وال 20، هما دول اللي انا برجعهم للمخرج بتاعي اللي انا قلتها له، اللي هي ايه؟ ال principal and the interest is paid back. طيب اهو ادي ال 120 ماشي كده؟ طيب يبقى لما نيجي نشوف المعادله بتاعتنا تاني، simple interest بتساوي ال principal multiplied by interest rate multiplied by n. ال n دي is the duration او time length between the time the money was borrowed، اللي هو الوقت اللي احنا افترضنا فيه الفلوس، تاريخ افتراض الفلوس، the money was paid back، والوقت اللي احنا رجعنا فيه الفلوس بتاعتنا. خلاص احنا ليه بنسميها interest simple interest؟ لانه بمنتهى البساطه احنا هنا بنتلافى او بنتجاهل اثر الكومباوندنج. احنا هنا ما بنعملش كومباوندنج، احنا بناخدها وان شوت، ما بناخدش في اعتبارنا ايه؟ الكومباوندنج. طيب وهنا التشارجز كمان هي سمبل. ليه؟ لان التشارجز هنا او الانترست اللي بتدفع على البرنسبل ده بتبقى على البرنسبل بس، يعني البرنسبل لوحده، يعني برنسبل في انترست، برنسبل في انترست، ملوش اي دعوه خالص باي اديشنز او اي اضافات بتتحط تاني على البرنسبل زي ما بنيجي نحسب الكومباوندد انترست بتاعتنا. خلاص؟ وهنا زي ما اتفقنا انه هنا السمبل انترست يوجوالي احنا بنستعملها لما بنيجي نتكلم عن الشورت تيرم لونز او الفلوس اللي هنفترضها على فترات زمنيه قصيره الاجل في حدود السنه. سنة ما بنقدرش نعمل، حدود السنة ما بنقدرش نعمل compounded interest طبعا. سنتين ماكس ما بنقدرش نعمل compounded interest لأن الفترة الزمنية بتبقى قليلة. طيب الـ compound interest إمتى بتحصل الـ compound interest ده؟ إن إحنا أو ليه قلنا عليها compound interest؟ لأن إحنا بناخد interest على interest. Actually ازاي؟ ان انا باجي البرنسبل اماونت بتاعتي بحسب عليها اول شوت في البرنسبل في الانترست، يطلع عندي مبلغ، بجمع المبلغ ده على الاصل وارجع احسب الفايده تاني على الاصل زائد الفايده، وبعدين يطلع مبلغ اقوم حاطه عليهم، وهكذا 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 وهكذا. ده اسمه ايه؟ كومباوندنج. عشان كده احنا سميناها كومباوند انترست، لان احنا بنعمل انترست على الانترست. خلاص؟ هنا الطريقه دي بتخلي اصل الفلوس اللي احنا استلفناها تكبر، بتنفش، تدخل، لان الاصل ما بيفضلش اصل بس، ده الاصل بيتحط عليه فوائد بتحسب عليهم، بتحط عليه فوائد بتحسب عليهم او هكذا. عشان كده هنا الجروث ريت بتاع الكومباوند انترست بيبقى سريع. يعني growth rate of the principal او growth rate بتاع اصل الفلوس بيبقى سريع، لان هو بيتحمل بفوائده اول باول، بيتحمل عليهم فوائد على طول. طيب المعادله بتاعت الكومباوند انترست اهي، انا عندي هنا دي الاكيوميليتد مانيز اللي انا هدفعها في اخر الفتره، عباره عن ايه؟ عباره عن البرنسبل زائد واحد، اسف في واحد زائد الار اللي هي الانوال انترست ريت، ده سعر الفايده السنوي بتاعي، على ان اللي هي المده الزمنيه او number of times الانترست كومباوندد بير يير، قد ايه انا بكومباوند الانترست في السنه، to the power of n t. n هي عباره عن المده الزمنيه و t number of years الفتره الزمنيه او عدد السنين اللي الفلوس دي اتحطت فيها في حساب وديعه، او الفلوس دي اتاخدت وبرد من
البورينج ايجنسي او من البنك. طيب تعال نبص an amount of $1,500 $1,500 لا ده مليون $1,500 is deposited in a bank. انا حطيت $1,500 in a bank والبنك ده بيدفع annual interest rate 4.3% في السنة compounded quarterly. يعني ايه هنا compounded quarterly؟ يعني هو بيحسب لي الفايدة كل ربع سنة. لما يحسب لي الفايدة كل ربع سنة يعني معناها ان المبلغ هيبقى compounded 4 مرات، السنة فيها 4 ترم، هو بيحسب لي الكومباوندينج كل ربع سنة. يعني بيحسب الفايدة كل ربع سنة، يبقى كأن الفايدة دي بتتكرر 4 مرات في السنة. يعني ايه 4 مرات في السنة؟ يعني بيجي ياخد البرنسبل اول السنة، يستنى 3 شهور يحسب فايدة التلات شهور، هيطلع مبلغ. هيقوم حاطط المبلغ بتاع الفايدة على الاصل، طلع مبلغ جديد، يقوم ضربه في الفايدة، ادي تاني مرة يطلع مبلغ، يقوم حطه على ده وده خلاص يطلع مبلغ جديد، يبقى تالت مرة ياخد ده وهكذا 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 لحد ما عنده هنا بيعمل ايه؟ 4 مرات. طيب السولوشن بتاعه عبارة عن ايه؟ الـ P بتساوي 1500، ادي الـ P اهي 1500، الـ R اهي 4.3%، الـ N دي هي 4 لأن هي compounded quarterly، يعني هنا كل ربع سنة والسنة فيها 4 ترباع، ادي كده ايه؟ 4 مرات. والتي بتساوي 6، التي دي بتساوي 6. ايه هي بقى التي؟ نرجع تاني عشان ايه ما حدش يتلخبط. انت قالت ايه؟ number of years the amount is deposited or borrowed. number of years الايه ال amount of money borrowed or deposited. انا عندي هنا 6، ليه هما 6؟ ليه هم هنا 6؟ هم مش 6 سنين ولا هم 6 سنين؟ هو هنا 6 سنين، هو انا افترض ان هم 6 سنين ماشي. طيب يبقى المعادلة 1500 في 1 زائد ال R على ال N اللي هي 4 to the power of 4 تربع في 6 سنين. تاني ادي الاصل ال P مضروبة في 1 زائد R على N، ال R 4.3% على ال N اللي هي 4 تربع في السنة. المعادلة دي to the power of أس 4 تربع في 6 سنين، يعني أس كام؟ 24. يطلع عندي هنا ال 1500 دي بعد 6 سنين هيعملوا $1,938.84، يعني $1,939. يبقى ال 1500 هيعملوا $1,939، يبقى كأني انا على 6 سنين عملت $438 فوائد مركبة. واضح؟ ادي الفوائد المركبة. طيب تعالوا نبص على الديسكاونتنج والكومباوندنج. ديسكاونتنج اند كومباوندنج، في عندنا discounting وفي عندنا compounding. ال discounting ان انا المبلغ اللي انا هحصل عليه في الفيوتشر اجيبه هنا ارجعه بره، بعمل له discounting برجعه لورا. والمبلغ اللي انا معايا دلوقتي بشوفه بعد كام سنه في الفيوتشر هيبقى كام، بعمل له compounding. يبقى ال 1500 اللي انا حطيتهم في البنك لمده 6 سنين بيدفع فايده 4 مرات في السنه 4.3%، عملنا كومباوندنج لان ال 1500 بتوعي دول بعد 6 سنين هيبقوا $1,938. ادي كومباوندنج. انا ممكن ال 1938 دولار دول اعمل لهم ديسكاونتنج، وبعمل لهم الديسكاونتنج وارجعهم تاني على نفس سعر الفايده يرجع لي هم الكام؟ ل 1500. اذا كنت هعمل كومباوندنج او هعمل ديسكاونتنج لازم ده او ده يتم على سعر فايده محدد احنا بنعمله. طيب انا هحسب الفيوتشر فاليو، فالفيوتشر فاليو هي عباره عن كومباوندنج.
الفيوتشر فاليو او القيمه المستقبليه للنقود. القيمه المستقبليه دي عباره عن كومباوندنج. ليه؟ لان انا لو فرضت ان انا عندي مبلغ 100 دولار باخد عليه 10% في السنه، فعندي اول سنه عباره عن البريزنت فاليو زائد الانترست، يعني بتساوي البريزنت فاليو زائد البريزنت فاليو في الانترست، يعني البريزنت فاليو في 1 زائد الانترست. تاني انا عندي بريزنت فاليو اللي هي 100 دلوقتي، قيمه حاليه دلوقتي 100 زائد الانترست، الفايده بتاعتها تديني فيوتشر فاليو اللي هي بتساوي البريزنت فاليو زائد البريزنت فاليو نفسها في الانترست. لو احنا خدناها كده دول عباره عن 100 دولار هم، والانترست بتاعتنا 10% اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي ال 100 دولار زائد ال 100 دولار في 10% اهي. يبقى انا لو خدت دول طلعتهم بره كده اهي، يبقى انا عندي دول يساوي البريزنت فاليو اللي هي ال 100 مضروبه في 1 زائد 10% اللي هي دي. تمام كده؟ اوكي؟ طيب. تمام كده؟ يبقى انا كده لما احسبها اول سنه عندي اهي هتطلع 100 في 1.10 هتديني ايه؟ 110. ادي اول سنه. نبص بقى على هنا الشكل ده، ادي بريزنت فاليو، ادي التاريخ اللي انا حطيت فيه الفلوس، مر عليه سنه، يبقى بعد سنه ال 100 بقت 110. خدت ال 110 اللي هي ال 100 زائد الفوائد بقوا 110، حسبت عليهم تاني 10% لمده سنه. فال 110 مع ال 10 عملوا 121. اخدت ال 121 اللي هي ال 100 زائد ال 10 دي زائد ال 10 اللي على ال 110 بقوا 121، حطيتهم سنه كمان بقت 133. يبقى معنى كده ان ال 100 دولار على الفيوتشر فاليو بسعر الفايده 10% في السنه، يبقى ال 100 دولار بعد 3 سنين تديني 133. معايا كده حضراتكم؟ تمام؟ طيب احنا عندنا ال 100 دولار بعد 3 سنين بقت 133 بالكومباوندنج. احنا النهارده عايزين نعرف ال 133 دول، لو احنا عندنا ال 133 دول وعندنا ال 10% دي وعندنا الثلاث سنين دول، نقدر نعمل ديسكاونتنج، ان احنا بناخد ايه؟ بناخد ال 133 نضربهم في سعر الديسكاونتنج، سعر الخصم 10% لمده 3 سنين، اللي هو يتضرب فيه 0.7153. خلاص ده يتضرب فيه 133 هتساوي 10%. يبقى هنا عملت انا، هنا عملت ايه؟ انا عملت انا ديسكاونتنج على اساس سعر الخصم، على اساس سعر الخصم. سعر الخصم ده هو سعر الفايده دي اللي انا عملت بيه الكومباوندنج. يبقى سواء بنعمل ديسكاونتنج او بنعمل كومباوندنج لازم يكون الديسكاونتنج او الكومباوندنج على سعر كومباوندنج او على سعر ديسكاونتنج. تبقى سهلة لما بيبقى السعر واحد، مفيش عندنا مشاكل في البداية. يبقى ال 100 بعد 3 سنين ب 133، ال 133 اللي انا اتوقعهم بعد 3 سنين لو انا عندي مدة وعندي سعر خصم اقدر ارجعهم لورا اشوف ال 133 دول كان اساسهم كام. فاحنا هنا بنتكلم عن الفيوتشر فاليو، يعني احنا بنتكلم عن الكومباوندنج زي ما شفتوا كده حضراتكم احنا عملناها كده. ده بالنسبة للكومباوندنج.
الديسكاونتنج نفس الحكايه، كل اللي انا عملته ان انا خدت كل سنه من السنين قسمتها على سعر الخصم زي ما انا عملت دلوقتي خالص اهو، ضربتها في سعر الخصم عشان اعمل ديسكاونتنج. دي معادله البريزنت فاليو، دي معادله القيمه الحاليه. القيمه الحاليه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن القيمه الحاليه لاي قيمه مستقبليه بعد عدد ما من السنين. لو انا عايز ارجعها تاني يبقى اسمها قيمه حاليه. عايز اعرف القيمه الحاليه بتاعتها تساوي كام؟ القيمه الحاليه تساوي 1 على 1 زائد ار ان. الواحد ده هو المبلغ، هو البرنسبل اللي احنا بنتكلم عليه، مقسوم على 1 زائد سعر الخصم اللي هو ال 10% ده باور اوف ان. الان دي اللي هي ايه؟ اللي عدد السنين اللي انا عايز ارجع بيه لورا، هي دي الان بتاعت ايه؟ بتاعت الكومباوندنج. يبقى احنا نرجع تاني من واحنا عايزين نعمل كومباوندنج او عايزين نعمل ديسكاونتنج، بيتعمل على اما كومباوندنج انترست فورمولا اللي احنا شفناها، او على ديسكاونتنج على البريزنت فاليو اللي هي ايه؟ المعادله دي، بروفايدد ان انا بيكون عندي سعر خصم او سعر اضافه انا بستعمله عشان اقدر احدد فيوتشر او بريزنت فاليو اوف اني اماونت اوف ماني. طيب بنتكلم عن التايم فاليو اوف ماني انترست ريتس، هنتكلم عن الكنترولز. يعني ايه الكنترولز؟ يعني بنتكلم عن ادوات التحكم او معايير التحكم اللي احنا بنستعملها كناس بتوع فاينانس عشان نقدر نعرف نشوف الشركه بتاعتنا دي ادائها المالي صح او ادائها المالي غلط، في انحرافات او ما فيش. عندنا مجموعه من الكنترولز او مجموعه من البرنسبلز اللي بنمشي عليها، الفورمولاز اللي احنا بنمشي عليها بتطلع لنا النتائج اللي احنا ايه عايزينها. اول حاجه الباي باك بيريود، فتره الاسترداد. يعني ايه فتره الاسترداد؟ فتره الاسترداد هي الفتره الزمنيه اللازمه للشركه حتى تستطيع ان تسترد المبالغ المستثمره في مشروع ما. يعني انا دلوقتي جيت شركه عملت مشروع كلفته مليون دولار، انا هرجع المليون دولار دول بعد كام سنه من التشغيل. اذا هي الباي باك هي الفتره اللازمه لاسترداد المبلغ الاساسي او المبالغ او الاستثمارات اللي احنا حطيناها في مشروع ما. طبعا هنا المجال في هذا الكلام واسع. ليه؟ لان احنا عندنا المشروعات مش زي بعضها. في عندنا مشروعات، في عندنا نوعين من المشروعات، في مشروعات اسمها اندبندنت، في مشروعات اسمها ميوتشولي اكسكلوسيف. المشروعات الاندبندنت لما يكون عند الشركه فيها مشروعات اندبندنت، يعني معناها ان تنفيذ اي مشروع من المشروعات دي لن يوقف تنفيذ المشروعات الاخرى، ويقدر نعمله ونعمل كل اللي حواليه مع نفس الشكل. يعني واحد مش واقف على الكل، واحد كل واحد يعمل لوحده والكل يتعمله مفيش مشاكل. انما لو هما ميوتشوال اكسكلوسيف، يعني معناها ان في تنفيذ واحد من المشروعات ده هيعني عدم تنفيذ مشروعات الاخرى اللي حواليه في نفس النطاق. ادي واحد. فمن المهم بمكان ان احنا نعرف احنا بنستعمل اي نوع، عندنا اي نوع من انواع المشروعات اللي احنا بنشتغل عليها. طيب زي ما مكتوب هنا اهي، زي ما انا قلت هي عباره عن اسلوب بيميجر هاو لونج ان ييرز او مانثس ات تيكس تو ريكفر، ان احنا نغطي الانيشال انفستمنت الاستثمار الاساسي. خلاص الباي باك بيريود الماكسيمم بتاعها بيتحدد من اداره الشركه. يعني انا كاداره شركه بقول انا عايز استرد فلوسي في قد ايه؟ سنه، اثنين، ثلاثه، شهر، اثنين، وهكذا. طيب لو الباي باك بيريود بتاعتي طلعت اقل من اللي الاداره قالته يبقى نقبل المشروع ده، لو طلعت اكتر يبقى نراجعه تاني من اول وجديد. هو ده. طيب تعالوا نشوف كده الباي باك بيريود بتاعتي بتتحسب ازاي؟ بتتحسب كالاتي: years before full recovery، يعني السنه اللي على الكاش فلو بتاعتي، السنه اللي قبل تمام تغطيه الايه؟ تغطيه الاستثمار الاساسي. يعني انا دلوقتي 1 2 3 4 5 الاستثمار بتاعي هتغطى بالكامل في السنه الخامسه، يبقى السنه الرابعه هي دي السنه اللي قبل التغطيه الكامله. زائد ايه بقى؟ زائد الانكفرد اماونت، القيمه غير المغطاه في السنه الرابعه دي مقسومه على
الكاش فلو بتاع السنه الخامسه، الكاش فلو اللي هيتحقق فيه السنه الخامسه، يبقى السنه قبل تمام التغطيه على المبلغ غير زائد المبلغ غير المغطى على الكاش فلو التدفق النقدي اللي متحقق فيه سنه التغطيه. يديني هنا ايه عدد السنين بتاع البي باك بيريد. طيب انا عندي هنا شركه اسمها دي يارمن انتربرايزز، عندها مشروعين بروجكت جولد وبروجكت سيلفر، الاثنين دول مشروعين اهو، المشروع ده تكلفته 50,000 دولار والمشروع ده تكلفته 50,000 دولار، المشروعين دول تكلفتهم واحده. الاوبريتنج كاش فلوز كل واحد اوبريتنج كاش فلو بتاعه 5 سنين، ادي اوبريتنج كاش فلو وادي اوبريتنج كاش فلو بتاع المشروع بروجكت سيلفر وده بروجكت جولد. هنلاقي هنا ان احنا عندنا المشروع ده اتغطى في 3 سنين وده اتغطى في 3 سنين، يبقى المشروعين دول هيتغطوا في 3 سنين على الحسابات دي على الايه الايكويشن اللي احنا قلناها. طب هنا هنا اللي قصادنا ده ناخد ايه ولا ناخد بي؟ ديبندز زي ما احنا قلنا، لو هما اندبندنت يبقى ناخد الاثنين، لو هما ميوتشوال اكسكلوسيف هنختار اي واحد فيهم اهم من الثاني دلوقتي كبريوريتي وننفذه قبل الثاني، يعني هنلغي واحد وناخد ايه؟ واحد، ادي واحد، اثنين، خدوا بالكم احنا عايزين ناخد بالنا قوي من الحته دي. المشروع ده المشروع ده بيبتدي اول سنه ب 5000 دولار، المشروع ده بيبتدي ب 40,000 دولار في اول سنه بالظبط، وده اول سنه 5000 ونزل 5000 40 10 10 ده 40 2 8 10 10 ده معناه ايه؟ معناه ان ده موست اوف ذا كوست بتدفع في الاول وده موست اوف ذا كوست بتدفع او الكوست هنا بتدفع موستلي على الاخر او في النص. ده بيفرق في حسابات البي باك بيريد بتاعتنا، بس ده ديتيل متقدم شويه عن الكورس اللي احنا بناخده دلوقتي، ولكن انا برضو حبيت الفت انتباهكم للحته دي لانها ايه مهمه جدا. طيب البروز اند كونز بتاعت البي باك بيريد، اولا هي اسلوب كل الشركات الكبيره بتستعمله لانه سهل عشان نقدر نقيم تقدر تقيم المشروعات بتاعتها خلاص، والسمول كومبانيز نفس الحكايه برضه بيستعملوه الى حد ما، بس خدوا بالكم هنا لما بنستعمل يعني لما الشركات الكبيره هي هي زي الصغيره بيستعملوه، هنا في جزء في ديفيشن كده يخلينا طب هي الصغير زي الكبير، يعني مشروعات صغيره زي مشروعات كبيره، مخاطر صغيره زي مخاطر كبيره، لا طبعا، يبقى كده هنا في حته عوار الحته دي. طيب الطريقه دي سمبل انتويتيف اند considers cash flow rather than accounting profit. يعني ايه الكلام ده كله؟ الطريقه دي سهله قوي، بتدي انتويشن، بتدي انطباع، تخلق لك انطباع عن الموضوع، بتركز قوي على الكاش فلوز اكتر ما بتركز على الفاينانشال الاكاونتنج بروفيتس. نرجع تاني شوفوا هنا البروفيتس بتحصل بدري، هنا البروفيت بتحصل متاخر، تاخدش يا بالها في الموضوع ده، هي بتركز الكاش فلو بتدفع امتى عشان نوصل هنا لفين. طيب دي اللي احنا قلناها كانت المحاسب. الكونز بقى، one major weakness، واحده من مصادر الضعف كتيره جدا كبيره جدا في البي باك بيريد، انها الابروبريت باي باك بيريد او فتره الاسترداد اللي هي المطلوبه او اللي هي مفضله بتتحدد سبجكتيفلي على ايه؟ على نمبر، على ايه؟ ديترمند نمبر، على رقم محدد، يعني رقم تحدده بس هو رقم 3 3 2.5، لكن في حاجات في النص هي الطريقه دي ما بتاخدهاش في الاعتبار، هنشوفها بعد شوية. It also fails to consider the principle of wealth maximization. هنا الطريقة دي بتتجاهل تماما حكاية ان احنا مبدأ بتاع ال wealth maximization او تزايد الثروة او تنمية الثروة لاصحاب الشركة
تنميه الثروه يعني ايه؟ يعني نخلي اصحاب الشركه اغنياء، يعني فلوسهم تزيد تزيد تزيد، ما مش مجرد هما بيعملوا ارباح وخلاص. الطريقه دي بتتجاهل الحته دي ليه؟ لان هي ما بتبقاش بيزد على discounted cash flows، تدفقات نقديه مخصومه. ايه الفرق بقى هنا في التدفقات النقديه المخصومه؟ ان احنا هنا في الديسكاونت ريت، لما بنعمل discounted cash flows ناخد discount rate. الديسكاونت ريت ده بياخد في اعتباره في حساباته المخاطر اللي بتحيط بالنشاط، وبالتالي هنا الديترمينيشن بتاع الباي باك، هنا الديترمينيشن بتاع الباي باك ما بيبقاش على اساس رقمي واحد، لا بيبقى على اساس ان في مخاطر اتخذت، فهنا النتيجه بتبقى نتيجه مقروءه احسن وبتدي انديكيشن احسن. طيب يبقى هنا الباي باك في الاخر خالص لما نيجي نبص عليها، ان انا هلاقي ان البي باك بتفيل، يعني ايه؟ بتفشل انها تدي انطباع كامل او تظهر اثر التايم فاليو اوف ماني اللي احنا اتكلمنا عليه، مرور الوقت على الفلوس. طيب لما نيجي نبص على الطريقه الثانيه اللي هي الديسكاونتد باي باك بيريود. الديسكاونتد باي باك بيريود اخذنا نفس المشروعين، خدوا بالكم ان احنا قبل كده كانوا الاثنين ثلاثه وثلاثه، بروجكت A وبروجكت B، بروجكت جولد وبروجكت سيلفر. اخذنا نفس الارقام بتاعتهم تقريبا، لا دي ارقام ثانيه، دي عندنا مشروعين اهم. خدوا بالكم هنا، ادي الانيشال انفستمنت 42 مليون، وادي الكاش فلو اللي متحقق خلال الايه؟ الخمس سنين التانيين. وعملنا لهم ايه؟ خصمناهم على سعر خصم 10% اهو. وحسبنا الديسكاونتد كاش فلو اللي هي سعر الخصم في الكاش فلو، يديني هنا القيمه الحاليه بعد سنه، القيمه الحاليه بعد سنتين، القيمه الحاليه بعد ثلاثه اربعه خمسه. وعملنا ايه بعد كده؟ اخذنا ال 42 ترقمهم ال 29، اسف 42 كتبناهم من ال 12، يبقى ال 12 غطوا الجزء من 42 فاضل 29 مكشوفين. طيب عندي بعد كده 11 غطوا جزء من 29، يبقى عندي 17 مكشوفين. اخذنا ال 10 غطينا بيها 17، طلع عندي 7 مكشوفين. جينا على السنة الرابعة، التسعة دول غطوا السبعة دول وفضل عندي هنا ايه؟ 5. يبقى لما نيجي نحسب المعادلة دي، السنة قبل تمام، السنة قبل تمام، قبل تمام التغطية اللي هي السنة الثالثة، زائد الانكفرد فين اهو 7 154 ديفايدد باي ذا كاش فلو اوف ذا ريكفري. الكاش فلو اوف ذا ريكفري فين اهو؟ 14 مليون، اسف 9 526، يطلع عندي 2.3 ييرز. يبقى هنا ده هيتغطى في سنتين وثلاثة من عشرة. قصاده من الناحية الثانية واحد برضه مشروع ثاني عملنا له ديسكاونتنج على 10%، طلع البي باك بتاعته 2.7، اتغطى في سنتين وسبعة من عشرة. لو أنا عندي المشروعين دول قصادي وانا راجل سي اف او في شركه او مدير شركه رئيس مجلس اداره شركه واتعرضت عليا النتائج دي، هنا قراري هيبقى حاجه من الاثنين. لو هختار واحد بين الاثنين هاخد اللي فتره الاستدراك بتاعته اقرب. يبقى معنى كده ان الاثنين دول لو ميوتشوالي اكسكلوسيف، يعني التنفيذ واحد يلغي الثاني، يبقى هاخد اللي ايه؟ اللي فتره الاستدراك بتاعته اقرب. ولو الاثنين اندبندنت، يعني كل واحد غير الثاني، التنفيذ ده لا يعني عدم التنفيذ ده، ستيل انا ممكن اعمل الاثنين، او ان انا برضو اخد اللي فتره الايه؟ التغطيه بتاعته اقل. طيب بعد كده هنحسب النت بريزنت فاليو، صافي القيمه الحاليه. الاسلوب الثالث هو اسلوب صافي القيمه الحاليه. صافي القيمه الحاليه هو اكثر واهم الاساليب شيوعا، شيوع في الاستخدام في الفتره دي. فاحنا عندنا النت بريزنت فاليو ده اهم واكثر الاساليب او المقاييس شيوعا في اختبار مدى صحه وسلامه القرار المالي المتخذ بالاستثمار في مشروع ما. يعني تقييم قرار الاستثمار بيعتمد بصفه اساسيه على النت بريزنت فاليو. طيب ايه هي النت بريزنت فاليو؟ النت بريزنت فاليو هي عباره عن
هتيجي الطرح الـ present value of after tax cash flows، القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتحققة بعد الضرائب، و الـ initial investment أو الـ الاستثمار الأساسي اللي احنا عملناه. لما نيجي نبص كده على السكرين اللي قبل دي هنلاقي هنا عندنا ايه؟ ادي ال 42 مليون دول الانيشال انفستمنت، وده الكاش فلو بتاعنا. النت بريزنت فاليو هي عباره عن الفرق ما بين مجموع البريزنت فاليو اوف فيوتشر كاش فلوز، دي مجموع دول، والانيشال انفستمنت اللي هو ده، يديني نت بريزنت فاليو هي دي. معايا حضراتكم؟ طيب النت بريزنت فاليو ليها اسلوب او ليها طريقه في الديسيجن ميكنج. لو النت بريزنت فاليو طلع زيرو هنأكسبت البروجكت، از النت بريزنت فاليو اكبر من زيرو نأكسبت البروجكت، اصغر من زيرو نريجكت، تساوي زيرو تكنيكلي اندفرنت او اكشولي احنا بنريجكت. ايه الفرق؟ يعني ايه الكلام ده؟ لو خدنا الانيشال انفستمنت طرحنا منه الفيوتشر فاليو الديسكاونتد كاش فلوز، الديسكاونتد فيوتشر كاش فلوز، طلعت نتيجه هنا رقم، الرقم ده بالموجب كبير، بالموجب وكبير. ده معناه ايه؟ معناه ان الشركه قادره على تحقيق تدفقات نقديه سنويه تمكنها من مواجهه كافه التزاماتها براحه خالص، وكمان بتعمل فائض اللي هو الفرق ده، فائض موجب بينضاف على الايكوتي بتاعت الشركه، فبيزود ارباحه وبيزود قيمه الشركه لمين؟ للمساهمين والمؤسسين. الرقم ده لو بالماينس، الرقم ده لو بالماينس يبقى معناها ان الشركه دي فشلت في اي تدفقات ناديه تستطيع انها تواجه بيها التزاماتها وتحقق اي عائد للمساهمين والمؤسسين. لو حصيلة الطرح زيرو، يعني ده قد ده بالظبط، يبقى الشركة كده مطلعة طلع اكيد زي ما احنا بنقول، يبقى ستيل قرار الاستثمار في الشركة دي قرار خاطئ، لانه حتة الزيرو دي معناها ان احنا ناحية الماينس اكتر من ناحية البوزيتيف. ده بالتجربة العملية، ده بالتجربة العملية والاثباتات النظرية اللي احنا اشتغلنا عليها في الفاينانس قبل كده. طيب هنشوف كده نت بريزنت فاليو بتاع شركه اسمها بنات. ادي الكاش فلوز بتاعتنا، ادي الانيشال انفستمنت اهو، وادي التدفقات النقديه، وادي سعر الخصم 10%. عملنا القيمه الحاليه للخمس سنين دول طلعوا 53,701، جمعناهم على بعض ده ماينس 42 وده زائد 53، طلعت النت بريزنت فاليو هنا 11,071. 11 مليون 71 الف دي بوزيتيف، يعني معناها كده ان الشركه دي عندها قدره انها تحقق اضافه او قيمه مضافه اهي، هي 11 مليون 071 وغطت كل التزاماتها. الثانيه عملت كام؟ عملت 10,924، عملت 10,924، يعني طلعت برضه موجبه. تمام؟ يبقى انا لو اختار بين الاثنين دول والاثنين ميوتشوالي اكسكلوسيف، يعني واحد هختاره مش هختار الثاني، هاخد اللي بيحقق نت بريزنت فاليو اعلى، والاثنين دول لو اندبندنت ممكن اختارهم هو الاثنين، او لو هختار واحد واكل واحد شويه صغيرين يبقى هاخد برضه ايه؟ ال 11,71، لكن هاكسبت الاثنين. ليه هاكسبت الاثنين؟ لان الاثنين مطلعين لي بوزيتيف نت بريزنت فاليو. ماشي كده؟ ادي النت بريزنت فاليو. طيب بعد كده انا هتكلم عن الاي ار ار او الانترنال ريت اوف ريتيرن او معدل العائد الداخلي على الاستثمار. يعني ايه معدل العائد الداخلي على الاستثمار؟ يعني معدل العائد اللي بيتحقق على كل جنيه انا استثمرته بيديني عائد كام كومبير تو متوسط العائد اللي ممكن يحققه الجنيه ده في استثمارات اخرى غير استثماراتي جوه الشركه دي، او مقارنه بمتوسط العائد السائد في السوق. تمام؟ طيب الانترنال ريت اوف ريتيرن عباره عن سعر الخصم. الانترنال ريت اوف ريتيرن هنا ده معناه ان هو ده عباره عن سعر الخصم اللي بيخلي القيمه الحاليه للتدفقات النقديه اللي طالعه
دي في الفيوتشر تساوي القيمة الحالية للاستثمار أو لتكلفة المشروع. يعني لو تكلفة المشروع 100 مليون والتدفقات الأداء كده ماشية كده، يخلي القيمة الحالية ليهم لما رجعهم كده لورا يعملوا 100 مليون أجدي، يبقى حاصل المعادلة هنا إيه؟ صفر. ده هو الـ IRR. طيب الديسيجن ميكنج كريتيريا بتاعتي ان الاي ار ار لازم يطلع اكبر من تكلفه التمويل او سعر الخصم اللي احنا بنخصم بيه. يعني احنا لو بنخصم التدفقات النقديه عشان نجيب القيمه الحاليه على 10%، الاي ار ار لازم يكون اعلى من ال 10% in order for us to accept the project. يبقى عشان انا اقبل المشروع لازم يكون الاي ار ار اكبر من سعر الخصم، لان هي بالبديهه ازاي يكون العائد على الفلوس بتاعتي اقل من التكلفه؟ ما ينفعش. انا لو بكلف 10 لازم اعمل هنا 12 13 11، يعني لازم يكون العائد اعلى من التكلفه، والا المشروع يبقى ايه؟ خسران. وبالتالي هنا الاي ار ار لازم يكون اكبر من التكلفه، كده انا اكسبت. لو الاي ار ار اقل من التكلفه اريجكت. لو الاي ار ار قد التكلفه تكنيكلي يعني indifferent، بس احنا بتوع الفاينانس بنعتبر ان ده فشل، يبقى دول هنرفض، ده هنكسب، هنقبل اسف. طيب ادي معادله على نفس الشركتين، نفس الشركه اللي هي بنات اللي احنا قدامها مشروعين، ادي نفس المشروعين اللي احنا كنا بنشتغل عليهم قبل كده. المشروع الاولاني حقق الاي ار ار 19.9%، والمشروع الثاني حقق الاي ار ار 21.7%. يعني ايه 19.9؟ يعني ايه 21؟ يعني ده سعر خصم، ده سعر خصم هيخلي القيمه الحاليه لل 14ات دي كلها تساوي هنا 42 اهو، طلعت هنا زيرو، وده سعر خصم يخلي القيمه الحاليه للتدفقات النقديه دي كلها تساوي 45 هنا، يعني توصلها هنا زيرو، كانت حقيقه المعادله. يبقى انا هنا قدامي انا كديسيجن ميكر لو الاثنين دول قدامي والاثنين دول ميوتشوالي اكسكلوسيف، يعني تنفيذ واحد يلغي تنفيذ الثاني، يبقى هاخد المشروع اللي الاي ار ار بتاعه اكبر، يبقى هاخد ال 21.7 هلغي ده. ولو الاثنين دول اندبندنت انا هاخد الاثنين، ولو هنفذ واحد قبل واحد بسرعه في نفس الوقت هاخد اللي هو ال 21.7 قبل الثاني، اللي هو ده اللي بيديني اكبر اي ار ار على الفلوس اللي انا استثمرتها. طيب الموديفايد اي ار ار او معدل العائد الداخلي المعدل، ايه بقى حكايه التعديل دي بقى؟ دلوقتي احنا في عندنا بعض المشروعات اللي التدفقات النقديه بتاعتها اثناء التنفيذ بيجي فيها سنه من السنين يحصل ان الكاش فلو بتاعها يبقى بالماينس، بدل ما هو بالموجب يبقى بالماينس. يعني مثلا بنلاقي بيحصل عنده هنا ان بيجي مثلا يعمل 10 مليون اول سنه، 15 مليون تاني سنه، يجي تالت سنه يعمل ماينس 17 مليون، وبعدين يجي يعمل بعد كده 13 مليون، وبعدين يجي يعمل ماينس 12 مليون. اصبح عندي هنا فترات على الكاش فلو بتاعتي فيها ماينس، الكاش فلو بينزل. خلاص؟ لو انا جيت احسب الاي ار ار على التدفق النقدي ده هتطلع عندي حاجه اسمها المالتيبل اي ار ار، يعني الحصيله عندي هتطلع عندي اكتر من اي ار ار، مش اي ار ار واحد زاد 19 وال 21، لا ده هيطلع عندي اكتر من اي ار ار. ليه؟ لان الكالكوليتر بتعمل ايه؟ بتحسب بين كل ماينس وبلس، ادي اي ار ار وادي ماينس وبلس، ادي اي ار ار، لا لا اتس اوكي، بين ماينس وبلس ادي اي ار ار. يبقى هيطلع عندي هنا دول كده هيطلعوا لي اي ار ار واحد، ودول كده هيطلعوا لي اي ار ار اثنين. كده كلام ما ينفعش، كده كلام ما ينفعش. يقولوا لي ايه المشروعات اللي زي دي؟ هقول مشروعات النقل البحري، ان المركب بتاعت شركه النقل البحري او بتاعت التوكيل الملاحي بتقعد تشتغل كذا سنه، وبعدين بتيجي سنه من السنين تترفع حوض، يعني تعمل لها صيانه، تقف المركب وتترفع من الميه ويبتدي يعملوا لها الصيانه الدوريه بتاعتها. الصيانه الدوريه بتاعتها دي بتوقف المركب، فالمركب بتخسر العقود اللي عليها،
والمركب التكلفه بتاعه الصيانه بتاعتها عاليه جدا، فالشركه في السنه دي بتعمل تدفقات نقديه بالماينس، تبتدي تستعيد التدفقات النقديه لما المركب تبتدي تنزل تاني تشتغل جوه الخط الملاحي. او المناجم، المناجم بتيجي بعد كام سنه نوقف المنجم خالص وناخد سنه كامله عمالين نصلح في المنجم ونظبطه ونعمله صيانه، فكده المنجم ما بيشتغلش لكن بيكلف، فبتعمل لي كاش فلو ايه بالماينس، يبقى عندي سنه فيها ماينس، وبعد كده يبتدي المنجم يشتغل يعمل ايه تدفقات نقديه جديده. في الحاله دي الشركه تقدر هتعمل مالتيبل اي ار ار. علشان نتدافع القصه دي الناس بتوع الفاينانس عملوا لنا حاجه اسمها الموديفايد اي ار ار، اللي هي هنا بناخد ايه، بنعمل ريليشن ما بين البريزنت فاليو بتاعه الكاش فلوز والترمينال فاليو بتاعته او القيمه التخريديه بتاعته، عشان نقدر ان احنا نيليفييت او نتلافى الفترات بتاعه الماينس دي ويبقى عندي الاي ار ارز دي. فاحنا بناخد البريزنت فاليو مع الترمينال فاليو عشان نقدر نحسب الموديفايد اي ار ار. نشوف اهي، ادي عندي المشروع اهو، ادي تكلفته بيطلع ايه 500 400 300 100. وعلى فكره احنا ممكن نستعمله حتى لو ما عندناش ماينس اي ار ارز على الكاش فلوز بتاعتنا، يفضل ان احنا نستعمل الموديفايد اي ار ار لان نتيجته قرايته احسن وادق من الاي ار ار العادي. بيعمل ايه بقى؟ هو بيحسب فيوتشر فاليو للكاش فلوز، تبقى عندي هنا اهي دي التيرمينال فاليو اهي 1579 خلاص، بشوف سعر الاي ار ار اللي يخليني 1579 تساوي ال 1000 دي، هيطلع عندي موديفايد اي ار ار 1271. حسبناها ازاي؟ حسبناها كده اهو، ان احنا خدنا التيرمينال فاليو، خدنا التيرمينال فاليو اللي هي ال 1579 حطيناها فوق قسمناها على 1 زائد الموديفايد اي ار ار تو باور اوف ان. طب بنجيب ده ازاي؟ بالاكسل شيت، عن طريق استخدام الاكسل شيت بنستعمل في الفاينانس، في الفاينانشال ايكويشن بتاعت الاكسل شيتس بنستعمل الموديفايد اي ار ار ونديله التدفق النقدي ونديله جس على الاي ار ار، يطلع لي الموديفايد اي ار ار بتاعنا على طول من غير اي مشاكل، ويطلع عندي هنا ايرايد الاي ار ار انها 1221. يبقى هو ده معدل العائد الداخلي على الاستثمار اللي احنا قدرنا ان احنا نحققه على المشروع بتاعنا. بكده نكون احنا خلصنا الجزء بتاع الفاينانس، and thank you very much for good listening.